الدور الرسمي تجاه المبادرة، كيف قراءتك لهم في ظل هذا يمكن المشهدين اللي ذكرناهم أستاذ حسام؟ يمكن يعني منذ أن أطلق السيد فوركر مبادرته وكان هنالك يعني نوع من الممانعة من قبل الحكومة في الخرطوم الآن، من قبل مجلس السيادة. نعم. لكن يعني مؤشرات كثيرة، يعني يمكن الحديث اللي احنا نسمعه انهم يعني رحبوا بشكل عام كده للرأي العام العالمي وما إلى ذلك، ولكن المواقف تشي بعكس ذلك. يعني يمكن كلنا شاهدنا اللقاء التلفزيوني الشهير الذي أجراه الأستاذ لقمان مدير تلفزيون السودان مع الفريق البرهان، وذكر بشكل واضح عندما سأله عن مبادرة فولكر بأنه هذه المبادرة يعني فولكر لديه يعني تفويض محدد، ليس من مهامه أن يتدخل في المجال السياسي السوداني بهذا الشكل وما إلى ذلك، بالرغم أنه فولكر أوضح بشكل تام بأنه ليس لن يفرض حلول ليس لديه، إنما هو يحاول أن يقرب وجهات النظر ويصل إلى مائدة مستديرة وما إلى ذلك. فهذا كله يعني يشي بذلك. وحتى إذا لاحظنا يعني وجود الاتحاد الأفريقي الآن والمبادرة الأفريقية جاءت متأخرة، ويمكن يعني هذا كان يعني مجال تساؤل كثير من المحللين، أين الاتحاد الأفريقي من 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 هذه المبادرة أو من الوضع في السودان، وهي التي قادت يعني التوافق أيام الثورة وتوقيع الوثيقة الدستورية وما إلى ذلك. يمكن هي كانت في بداية الانقلاب، هي أدانة الانقلاب وجمدت عضوية السودان، وحينما حاولت أن تتدخل في ذلك الوقت لطرح حلول سياسية وتقريب وجهات النظر تم رفض ذلك بشكل مباشر من المجلس العسكري. ولكن بعدما تقدم فولكر بمبادرته لاحظنا أنه وحينما ضاغت الأمور بهم الحكومة هي من دعت الاتحاد الأفريقي للتدخل وطرح مبادرة وما لذلك، وكل هذا في إطار محاولة عرقلة هذا الاتفاق وخلق يعني بؤر هنا وهناك، والمبادرات يعني كثرة المبادرات دائما ما تؤخر الحل.